بارك السلام عليكم. السلام عليكم. كي لاباس غايه؟ لاباس. الساعه تشير الى تقريبا الرابعه والنصف، راني عند الاخت مباركه. مباركه هي من ذوي الاحتياجات الخاصه. اليوم علاش جيتها؟ علاش جيتها في بلديه الملح؟ جيتها لان اليوم عيد المراه، وفي نفس الوقت لانيفرسار تاعها في عيد المراه، وهي عايشه الا هي وامها، وامها تقريبا عندها قرن وثلاث سنين او قل وقرن وربع سنين، يعني 104 ولا 103. وجيت عند مباركه. كي راكي مباركه غايه؟ غادي نتمشى مع مباركه، غادي توريني الدار تاعها، وقالت لي راني غادي نغسل المواعين. تفضلي، هذه هي مباركه. روحي روحي. هذا هو عيد المراه عند المراه الجزائريه في بعض الجهات من بينها بلديه الملح. تفضلي مباركة، رانا مع الأخت مباركة. مباركة اللي عندها تقريب 46 عام، حسن 47 عام. اليوم مباركة هيا راها غادية تدخل للكوزينة. مباركة غير هي والأم تاعها أو جداتها، جداتك، جداتها عندها 104 سنين. وتفضلي، هيا مباركة. الله يبارك. وكنت قلتي لنا مبارك انت يا ما تقديش تمشي، وفي نفس الوقت دايره البنك وتغسلي المواعين، تغسلي الكسوه، طيبي الحشاء، دير كل شيء. تفضلي، الله يبارك. ها هي السيده مباركه، 47 عام، الله يبارك. شوفوا سبحان الله. واليوم العيد المراه نتاع العيد المراه، وفي نفس الوقت اليوم لانيفرسار تاعها. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. هيا الاخت، الله يبارك. ايه الله يبارك، الله يعطيك الصحه السيده مباركه. وطيبي الحشاء، طيبي البطاطا، شحال في الجدان تاني. الله يبارك، الله يبارك. ها هو اليوم عيد المراه، جينا عند السيده مباركه. خير ما نروحوا للقاعات والزغاريد، جينا عند مباركه. الله يبارك، ها هي، الله يبارك. واه الله يبارك. واه الله يعطيك الصحة. واه تفضلي السيدة مباركة. واه تفضلي، تفضلي. هنا كاين واحد الحاجه تاع مشعل الضوء، واه كاين واحد الكتانه تما، كتانه. واه هاني نعاون الاخت هذه مباركه. واه هذه شي باش نوريك. واه هاكا، واه هاكا، واه الله يبارك. ايه ها هو العمل تاع السيدة مباركة، يعني الإعاقة ما عندها دور باش تخدم. تفضل، ها تنشر الكسوة تاعها كذلك. الله يبارك. عندي جفافة تاني. واه هاكا سيدة، الله يبارك. واه الله يبارك. غير روحي، بارك الله فيك سيدة مباركة، بارك الله فيك.